احنا عندنا حلول كتير ايضا في مساله السكانيه، لان المساله السكانيه واحنا عشناها وخفنا منها ودرسناها مع جمال حمدان، وعشنا التصور الحقيقي للديموغرافيا وازاي شعب مصر لما قلنا انه يخرج للصحراء النهارده اللي في الصحراء بيتعاقب عشان ما فيش بليان. احنا دعينا دعوه سمو الجيل للخروج من المدن والذهاب للصحراء تبنيها وتعيش فيها وتعمرها وتزرعها، مش تزرعها بس، لا تعمل فيها مجتمع، ابعد عن المدن المغلقه. النهارده بيعاقبك النهارده الدوله. يعني انا والله بحترم الرئيس جمال عبد الناصر جدا، رغم ان انا عيلتي كلها كانت زعلانه منه تأممت، بس التأميم اسهل. انما ان تقتل او تضع في مقتل شباب حطوا ايديهم في الصحراء وبيبنوها وامنوا بالفكره. انا راجل كنت رايح اشتري ارض في المهندسين جنب اوتيل امون، خلاص هدفع العربون، فكلمني حد قال لي لا تعالى شوف الشباب اللي سمعوا كلامك وعملوا مدن في الصحراء. فين؟ في الطريق الصحراوي. ايام ما كان الطريق الصحراوي يعني خط واحد، طريق واحد صحراء. فروحت بعد المكان اللي انا فيه دلوقتي بعشرين كيلو، يعني في كيلو 70 أو 78، فلقيت 8 قرى مسمينها طه حسين والعقاد وعلي مبارك وحاجات كده، شباب زي الورد من كل مصر قالوا احنا صدقناك. ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه ده؟ ايه الخضار اللي زرعينه؟ ايه البيوت دي؟ ايه المصانع دي؟ بنين مصانع صغيره من نسيج وحاجات يدويه. قلت لهم انتوا مين اللي جاب لكم الفكره؟ سنبل، بس احنا الحاجه الوحيده اللي ناقصانا الكنبه بقى نعمل فيها المليون. لما خدوا الارض 5 فدادين وكل واحد صبطين وعملوا مؤسسه شركه كبيره، لما لقوا التجار بييجوا يشتروا الخضار على الارض فيخسفوا بيه الارض، فعملوا مؤسسه وبقوا يصدروا لاسبانيا ويصدروا لاوروبا. انا شفت ده بعيني، وانا راجع بالعربيه بكيت، ركنت العربيه وقعدت ابكي، ابكي بجد، لان كنت حبقى في موقف غير اخلاقي امام الشباب اللي امنوا بالفكره اللي انا عملتها بالفن عشان ادعوهم يروحوا الصحراء، وانا رايح ميدان سفنكس عشان اعمل مسرح. واصريت قلت لا انا هاجي جنبيهم واعمل المسرح وهصرف على مدينه سنبل واعمل مدينه سنبل ك ك كرمز لاقتحام الصحراء، وبدل ما ابني المسرح بتاعها ابني هناك، وبنيت استوديو وبنيت مسرح وبنيت دار مسنين وبنيت دار ايتام وبنيت المتحف اللي يوثق للفن من 1805 لغايه النهارده، وعملت مسرح مكشوف. بس طبعا انا مش رجل اعمال معلش، فما ما اشتغلش، يعني انا قاعد اتفرج عليه. الانتاج الوحيد كده بيكلموني استاذ محمد الكلبه ولدت، اقول له طب ما انا هكلف اكل تاني، يعني مش حاجه مفرحه. انما بقى مكان للندوات ومكان لتدريب الممثلين الجدد ومكان علشان فعلا احنا بنعمل فيه الحوارات ديات مع بعض المحبين. يعني